أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: مقتل وإصابة 3 من عناصر الشرطة إثر هجوم مسلح في جنوب غرب كركوك. ونطالع في المدرسة: إيرون تطالب ب 18% من الدرجة الخاصة عشية التحرك لإنهاء ملف الوكالات. ونقرأ في كتابات: عراقي يذبح أم أولاده الأربع ويسلم نفسه للشرطة ويقول لم أتحمل طلبها الطلاق. ونقرأ في الجزيرة نت: انتليجنس أونلاين، أمريكا تحدد بديلها في حال سقوط الرئيس البشير. ونقرأ في العرب الجديد: تلوث مياه دجلة والفرات يهدد بتفشي السرطان في العراق. وفي القدس العربية: المبعوث الأمريكي يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام أفغاني بحلول يوليو. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: لبناني يحرق نفسه حتى الموت في باحة مدرسة بسبب الأقساط. أهلا بكم. عن جدلية التنحر الأمريكي الإيراني كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21: الاتفاقية الأمنية رهنت الساحة العراقية للقوات الأمريكية التي يمكنها أن تتدخل في الميدان في أي وقت تراه مناسبا. وكلام الرئيس العراقي بأن القوات الأمريكية مهمتها مكافحة الإرهاب أليس ربما يثير جدلية كبيرة؟ التواجد الإيراني في العراق صورة من صور الإرهاب؟ سؤال وجيه، أم أن هذا إرهاب مسكوت عنه؟ لماذا لم يتطرق أعضاء البرلمان الكلام الخطير الذي ذكره وزير الخارجية الإيراني، والذي قال نهاية الشهر الماضي من النجف مخاطبا أمريكا: إنهم يمضون، يقصد الأمريكيون، ونحن نبقى لأننا أهل الأرض. هل يمكن للقيادة في العراق أن تفسر معنى هذا الخطاب الإيراني التوسعي الخطير والذي قابلته بغداد بصمت مطبق، وكأن مسؤولاً عراقياً كان يتحدث عن العراق وليس مسؤولاً أجنبياً يريد أن يحتل الوطن بعباءة الدين والمذهب وكراهية الشيطان الأكبر؟ هذه التصريحات والتهديدات والتنديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران على الأرض العراقية جاءت في ذات الوقت الذي كشف فيه عبد الستار الراوي سفير العراق السابق لدى إيران عن تفاصيل الاتصالات السرية بين الإيرانيين والأمريكيين لإسقاط نظام الرئيس صدام حسين. أمريكا كانت وستبقى تتعكز على شماعة التهديدات الإيرانية لدول المنطقة، ولهذا ما يريدنا أن نصدقه علينا أن يرينا فعلا عسكريا إيرانيا حقيقيا على الأقل ضد القوى الداعمة لإيران في العراق. فأين هو العداء الإيراني الأمريكي على الأرض؟ والتنسيق الأمريكي الإيراني في احتلال العراق أكده أكثر من مسؤول إيراني. وفي تصريحات موثقة وزيارة الرئيس أحمدي نجاد لبغداد في مرحلة الاحتلال الأمريكي ثابتة، وغير ذلك المئات من صور التعاون والتخادم المؤكدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، ثم يأتي من يقول إن أمريكا ستضرب إيران. أمريكا كانت وستبقى تتعكز على شماعة التهديدات الإيرانية لدول المنطقة، ولهذا من يريدنا أن نصدقه عليه أن يرينا فعلا عسكريا إيرانيا حقيقيا على الأقل ضد القوى الداعمة لإيران في العراق وليس في الداخل الإيراني، لأن فرضية توجيه ضربة لإيران في الداخل مستبعدة جدا، ولو أرادت واشنطن ذلك لفعلت كما فعلت مع العراق ودمرت وما زالت تتحكم بكل مقدراتها. جاء في الزمان عن الفساد الحكومي، كتب واثق الجابري مقالا في صحيفة الزمان العراقية:
إذ يقول إذ هيمن الفساد على كثير من مفاصل الدولة، ومجرد تشكيل مجلس مكافحته هو اعتراف أن هناك إرادة سياسية تحرك أذرعه، وقوى خرجت بالضجيج معترضة كالذباب من عش كسرت بابه، وأن الهيئات الرقابية أصدرت شهادة وفاتها بعد أن أزكمت الأنوف بنتانة روائحها ولا حل سوى دفنها. هنالك منتفعون من الفساد لا يروق لهم تجديد خطوات محاربته وتفعيل الدور الرقابي، وهناك متضرر أكبر هما الدولة والمواطن. الفساد دولة تملك المال والنفوذ والسلاح والمخدرات والقدرة على إيقاف عمل الهيئات الرقابية، ناهيك عن تعدد الجهات الرقابية وتقاطعها سياسياً، فتباعدت الهيئات التحقيقية وخضعت للضغوط والابتزاز والمساومة نتيجة محاصصتها بين القوى وحماية بعض الأحزاب لشخصياتها المتهمة بالفساد. اتخذت أحزاب أخرى من السلطة التنفيذية مرتعاً لدعم نشاطاتها وتفرعنت قواها فوق القانون، وسعت لإشراك شخصيات منها للتحكم بتلك الهيئات وصولاً إلى اللجان التحقيقية البرلمانية، ولا سيما لجنة النزاهة الحالية، وما يزال الصراع على رئاستها مستمراً. تعطيل اختيار اللجان الأخرى لتقسيمها حزبياً وأخذ الحزب للجنة وزارته والوزير السابق في اللجنة التي تخص موقع عمله السابق للتستر على ملفاته، وهلم جرى. محاربة الفساد خطوات شجاعة حققها قادة في عدة دول عندما دعموا الجهات الرقابية وفعلوا عملها باختصار بيروقراطية الإدارة وتشريع قوانين تتيح لها حيزا من الصلاحية وتحميها من الضغوطات الحزبية. الكاتب يقول المجلس الأعلى لمكافحة الفساد صيغة في غاية الأهمية والضرورة، لكنه يحتاج للتفاعل والتعامل الشفاف والإيجابي من القوى السياسية والجهات التنفيذية والتشريعية، وسيكون بمواجهتين، إحداهما علنية بذريعة وجود هيئات رقابية عدة، وأخرى سرية ستعمل عليها القوى السياسية بتحريك جيوشها الإلكترونية وبرامج تلفزيونية لتشويه الخطوات لحماية مفاسدها. الكاتب يقول الفاسدون هاربون جبناء سيتساقطون كلعبة الدومينو، وسيحاولون قدر الإمكان تعويق أي عمل من شأنه الإطاحة برؤوس كبيرة وكثيرة وذيول أكثر. جاء في المدى يقول قيادي في تحالف الإصلاح إن كتلة سائرون طالبت ب 18% من الدرجات الخاصة والمواقع الأمنية والعسكرية بالتزامن مع بدء تحرك سياسي لإنهاء ملف التعيين بالوكالة في هذه المواقع. في المقابل تؤكد أطراف برلمانية أن حزب الدعوة يسيطر الآن على ما يقارب 80% من مجموع هذه المواقع والمناصب، وهو أمر تريد الكتل السياسية إنهاءه بعد تراجع مقاعد حزب الدعوة في البرلمان بحسب تقرير نشرته صحيفة المدى العراقية. ما يستدعي الانتباه هو المساعي التي تبذلها الكتل البرلمانية بمحاولتها إدراج المواقع الأمنية والعسكرية في محاصصتها الحزبية، وهي تستعد للبدء بعملية التوزيعة الجديدة للهيئات المستقلة ووكالات الوزارات والدرجات الخاصة التي يفترض أن تحافظ على حياديتها واستقلاليتها. ولجأت حكومة نور المالك الأولى إلى اعتماد مبدأ الوكالة في إدارة المواقع والمناصب في الدولة العراقية، مستغلة الخلافات والتقاطعات السياسية التي أدت إلى انسحابات متكررة للأحزاب والتخلي عن بعض المواقع. وبشأن أسماء الأحزاب المهيمنة على هذه المواقع والمناصب التي تديرها بالوكالة، فإن 80% من هذه المواقع يديرها أشخاص ينتمون إلى حزب الدعوة ودولة القانون. ويشير إلى أن تحالف سائرون المدعوم من قبل مقتدى الصدر تنازل عن حصته من الوزارات وسيكتفي بالحصول على الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة. كل الكتل البرلمانية شكلت لجانا مصغرة من أجل حسم ملف إدارة المواقع التي تدار بالوكالة. ويقول الكاتب وكانت حكومة العبادي قد شكلت لجانا مصغرة
لإعادة توزيع الهيئات المستقلة بين القوى والأحزاب على وفق الاستحقاقات الانتخابية، ونظرت هذه اللجان الحكومية في إمكانية توزيع أكثر من 3000 موقع ومنصب حكومي يدار بالوكالة، إلا أنها لم تتمكن من إكمال مهامها بسبب الخلافات بين الكتل على بعض المواقع، والتوزيع الجديد لهذه المواقع سيخضع للمحاصصة الحزبية بحسب الصحيفة. يقول الكاتب ماجد الخفاجي في مقال له بموقع كتابات: منذ زمن ونحن نسمع عن اقتراح الحكومة بتفعيل المجال المعلوماتي للحكومة الإلكترونية، وكلما سمعت بهذا الادعاء أضحك في قرارة نفسي ضحكا هستيريا يتناسب مع مصيبة هذا الادعاء الذي لا ينزل عن ادعاء تبرئة ذمات الحكومة وهم بلا ذمم أصلا، ولذر الرماد في العيون من أن حكومتنا تحاول اللحاق بركب الدول المتطورة ومنها دول الخليج لتسهيل حياة المواطن اليومية وجعل تعاملاته الحكومية اليومية أكثر سلاسة. هنا نتوقف، فهذا ضرب من ضروب المستحيل، فلا يمكن أن تتحول شخصية المواطن العراقي إلى شخصية افتراضية، وبهذا ستقطع حبل الفساد. يجب أن يبقى لحما وعظاما وكيانا وذو لسان كي يمكن ابتزازه وإهانته أمام شبابيك دوائر الدولة، تلك الدكاكين التي تجني منه المليارات. يجب أن تبقى البيروقراطية والعراقيل المفتعلة والتخلف مخيمة على حياة المواطن وتنكد وتسود عيشته. وإذا كانت المواقع الرسمية لكل الوزارات غير محصنة وتتعرض للهجمات الإلكترونية رغم دفع مبالغ طائلة على هذه المواقع، أو اللبيب يفهم. وإذا كانت عدة جهات رسمية لا تزال تتعاطى البريد الإلكتروني جيميل وياهو المجانية وهي على درجة واطئة من الأمن الإلكتروني، وإذا كانت مصارفنا التي يفترض أن تكون المستفيد الأول من هذه الحكومة ذات موقع غير محدثة ولا يمكن أن تفيد من يلج إليها ومنها مصرف الرشيد مثالا، فكيف الحال لدوائر الدولة الأخرى؟ دخولك إلى أي موقع حكومي أو مصرفي تجد فقرة اتصل بنا وتكتب شكواك أو سؤالك، لكن في أحايين قليلة يأتيك الجواب بسرعة، لكنه جواب مبرمج ليس بتدخل بشري. قبل الضحك على ذقوننا وهذا دأبكم كما يقول الكاتب، احذفوا هذه الزائدة الدودية التي اسمها اتصل بنا، فما دامت لدينا هذه العقول التي لا تؤمن إلا بفايلات الملفات والاستنساخات والتي سرعان ما تتحول إلى نفايات، والكتب والأراشيف العفنة كعفن عقولهم، لا يمكن أن تكون لدينا حكومة إلكترونية إطلاقا، فحكومة من اللحم والعظم غير قادر إطلاقاً على مجرد إيقاف عجلة تدمير المواطن وحياته، فكيف لها أن تلجأ للحكومة الإلكترونية لتسهيل معاملاتها؟ يتساءل الكاتب. جاء في الوطن العمانية: يبدو أن الولايات المتحدة لم يعد يكفيها النيران المشتعلة في العديد من مناطق الصراع المنتشرة في العالم، فقررت الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لتشعل بذلك سباقا نوويا جديدا مع روسيا بعد سنوات من التزام الطرفين بتلك المعاهدة، وهو ما يثير العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام، إذ لا يعرف ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يثبت للرأي العام الأمريكي أنه ليس لروسيا دور مثلما يزعم البعض في الانتخابات الرئاسية بدليل تصاعد العداء معها في العديد من الملفات والقضايا، أم أن المؤسسات الأمريكية تحاول استنساخ تجربة الحرب الباردة لاستعادة مكانتها ونفوذها في العالم من جديد؟ سؤال وجيه، سؤال يطرحه الكاتب أسامة نور الدين في مقال له بصحيفة الوطن العمانية حول قيام حرب باردة جديدة بين أمريكا وروسيا. لا أحد يمكنه تفسير حقيقة المواقف والقرارات الأمريكية الراهنة بشكل دقيق، إذ تفعل الإدارة الأمريكية الشيء وعكسه في نفس الوقت، وهي بذلك تقوم بإيصال رسائل متضاربة ومتداخلة بشكل يجعل من الصعب على المتابعين تحليلها.
وفي نفس الوقت نلحظ مثل هذه المواقف المحيرة والتي من شأنها أن تعيدنا لأجواء الحرب الباردة والصراع بين القطبين من جديد. فهل تحاول المؤسسات الأمريكية ومراكز صنع القرار صناعة عدو جديد من أجل أن تستحث الهمم وتشحذ العقول الأمريكية للانطلاق من جديد، وذلك على أساس أن فترة الحرب الباردة كانت من أهم الفترات في التاريخ الأمريكي الحديث، خصوصاً وأن انتقال العداء من الاتحاد السوفيتي السابق إلى الإسلام والمنطقة العربية لم يضف للمشروع الأمريكي أي جديد، بالعكس تم استنزاف الولايات المتحدة في معارك كلفتها الكثير، ومن ذلك أحداث 11 من سبتمبر التي كسرت الهيبة الأمريكية وما زالت تكلفها الكثير والكثير بسبب انحيازها للعدو الصهيوني واستمرارها في سياسة الكيل بمكيالين في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي. والكاتب يقول: ولشعورها بالخطورة تحاول المؤسسات الأمريكية نقل المعركة بعيدا عن المنطقة، ما يجعلها تدخل في صراعات غير مباشرة مع روسيا، خصوصا وأن الواضح أنها تتجه إلى مناطق النفوذ الروسية القديمة خصوصا في آسيا الوسطى. تلك السياسة التي بدأت مع الرئيس باراك أوباما سابقا، الذي حاول كثيرا نقل النفوذ الأمريكي إلى تلك المنطقة، بل وقد يكون السماح لروسيا بالانغماس في صراعات المنطقة جزءا من هذا المخطط الذي يستهدف إضعافها واستنزافها حتى يسهل على الولايات المتحدة تنفيذ رؤاها المستقبلية. أقرأ في العربي الجديد: تصاعدت حدة الأزمة السياسية في فنزويلا مع تمسك طرفي نزاع على السلطة، الرئيس نيكولاس مادورو من ناحية ورئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو من ناحية أخرى، بأحقية كل منهما في الرئاسة وعدم شرعية الطرف الآخر. ومما ضاعف من تعقيد الأزمة تحول فنزويلا إلى ساحة صراع بين قوى دولية وتحديدا الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. ويتخوف خبراء من أن يبعث الصراع الأمريكي والروسي على فنزويلا حربا باردة في أمريكا اللاتينية من جديد. ويقول الكاتب أسامة أبو أرشيد في صحيفة العربي الجديد: من حيث المبدأ لا يمكن التغطية على الدور الأمريكي في إشعال فتيل الأزمة في فنزويلا. على الصعيد الاقتصادي، سارعت واشنطن بعد إعلان غوايدو نفسه رئيسا إلى الاستحواذ على شركة سيد جو الفنزويلية النفطية العاملة في الولايات المتحدة، وسطت على حسابات الحكومة الفنزويلية وسيطرت على ممتلكاتها وأصولها في الولايات المتحدة ووضعتها تحت تصرف غوايدو، وذلك على أمل خنق نظام مادورو ودفع المؤسستين العسكرية والأمنية إلى التخلي عنه. وعلى الصعيد العسكري، لم تفتأ واشنطن تلمح به، خصوصا بعدما ظهر جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي وفي يده كراسة ملاحظات مكتوب عليها 5000 جندي إلى كولومبيا. وعلى الرغم من أن علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية وثيقة تربط نظام مادورو مع روسيا والصين، غير أنه من المرجح أنهما ستهبان لنجدته عسكريا في حال وقوع غزو أمريكي لبلاده. تقع فنزويلا ضمن الفضاء الحيوي الجيوستراتيجي الأمريكي حسب مبدأ مونرو الصادر عام 1823، والذي ينص على أن القارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية هما منطقتا نفوذ أمريكي حصري يحضر على غيرها من القوى منازعتها فيها. يضيف الكاتب: في الإطار العام يستبعد خبراء وأمريكيون كثيرون تدخلا عسكريا أمريكيا قريبا في فنزويلا، ومع ذلك لا يعني هذا أن إمكانية تدخل عسكري أمريكي معدومة كليا، ولعل ما يعزز من فرص الخيار العسكري وجود شخصيتين متطرفتين في مواقع القرار الأمريكي المتقدمة في هذا الشأن، وهما مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وإليوت أبرامز.
والذي عينه وزير الخارجية مايك بومبيو في 25 من الشهر الماضي مشرفا على الملف الفنزويلي، وكلاهما خدم في إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان، وكان لهما دور مباشر في تورط الولايات المتحدة في مجازر وانقلابات وفوضى وقعت في أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي. بعيدا كل البعد عن السياسة، مدينة مغربية تصنع إبريق شاي ب$20,000. أعلنت بلدية مدينة تارودانت وسط المغرب مناقصة لتكليف شركة خاصة أعمال إصلاحات في ساحة 6 نوفمبر وسط المدينة، وقد يبدو الإعلان عاديا حتى يلاحظ القارئ أن المطلوب هو صناعة إبريق شاي تقليدي مقابلة $23,000. وفي نص الإعلان الذي نشرته الصحافة المحلية يظهر أن بلدية المدينة قد رصدت لهذا الإبريق ميزانية تصل إلى $23,000 أمريكي. ولفت هذا المبلغ أنظار الإعلام والرأي العام، وظهر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي استقبلت الإعلان بغضب وسخرية. هذا وكتبت صفحة تارو دانت: الجيل الجديد لا حول ولا قوة إلا بالله، من نابغة زمانه هذا الذي أشار بهذه المشورة والفكرة البليدة التي لا تسمن ولا تغني من جوع بقدر ما تجعلنا مسخرة بين خلق الله. ليست هناك أولويات أخرى وشيء اسمه ترشيد النفقات؟ متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.